لله الذي جعل المواعظ تزكية لقلوب المتقين وأيقظ بالتذكير همم العارفين. قال تعالى لنبيه الأمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدعوة إلى الهدى والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر إلى هذا فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. هداية الحياة بالتشبه بالنصارى، اسمع رعاك الله، خذها رسالة من حبيب إلى حبيب، خذها رسالة من صديق إلى صديق، خذها مني لك موعظة، لا أريد لك إلا الخير، والله لا أريد لك إلا الدين، والله لا أريد لك إلا النصح، والله لا أريد لك إلا السعادة في الدارين، ما أريدك أن تشقى وأن تحشر في زمرة اليهود والنصارى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه التورية بما يقصدونه من التنقيص. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. وفي السنة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. صحيح الجامع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاعتذار: وبكل حال فهو يقضي أي الحديث تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أحد علماء المالكية في كتابه التمهيد: المعنى في الحديث قيل من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم في هيئاتهم. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير: من تشبه بقوم أي تزيى في ظاهره بزيهم، وفي فعله بفعلهم، وفي خلقه بخلقهم، وسار بسيرهم وهديهم وملبسهم وبعض أفعالهم، أي كان التشبه بحق قد طابق من الظاهر والباطن. وقال ابن بطال رحمه الله: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته لتتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. أيها المسلمون، قد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما نحن عليه الآن من التقليد الأعمى للغربيين والتشبه بالكافرين من المغنيين واللاعبين، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ حديث متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم عن أهل الحديث: السنن بفتح السين والنون وهو الطريق، والمراد بالشبر الذراع، وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد بالموافقة في المعاصي والمخالفات. وفي هذه معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. انظر لحالنا اليوم، انظر لحالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر لحال شباب أمة محمد، انظر إلى شبابنا وشاباتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، والأحاديث الواردة متواترة بالتحريم الشديد في احتفال بهذا عيد رأس السنة، قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم العيد الأضحى، يوم الأضحى ويوم الفطر.
رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي وإسناده على شرط مسلم. وجه التلاوة أنهم كانوا يحتفلون بيومين في الجاهلية، فلم يقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهما وقال: إن الله قد أبدلكم. والإبدال من الشيء يقصد ترك الميل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. حديث متفق عليه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كل قوم لهم عيد. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان للنصارى عيد، للنصارى عيد، ولليهود عيد، كانوا مختصين به، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في قبلتهم. ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه أن أهل الذمة لا يؤثرون عيادهم، واتفق المسلمون على ذلك، فكان يسوغ المسلم، فكيف يسوغ المسلم، وكيف يرضى المسلم بإظهار شعارهم وشعاراتهم. وهذا الكلام تجدونه في كلام الخصيص في أهل الخميس الإمام الذهبي رحمه الله. رابعا ما رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إلى بوان هذا مكان موجود في مكة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إلى بوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا هذا الرجل: هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية تعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وبوان اسم مكان يقع ضمن شمال مكة، وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانه معصية لله. وهذا الكلام موجه إلى أصحاب الجزارين الذين يبيعون اللحم لهؤلاء الذين يحتفلون، أو يبيعون الخضر لهؤلاء الذين يحتفلون، أو يسافرون إلى الأماكن التي تقام فيها الاحتفالات. لك هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف الموافقة في نفس العيد بأعمال وأفعال يقوم بها العبد؟ أيها المسلم، أخي الحبيب، يا من أريد لك الخير، لقد شعت الآثار من الصحابة وأهل العلم بتحريم الاحتفال برأس السنة. روى البيهقي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط يا عبد الله ينزل عليك وتنزل عليهم في كنائسهم هم. وفي هذا الأثر نعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه النصارى هم أهل الشرك. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع بليوزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات حشر معهم يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. فمجرد الدخول على كنائسهم إلا وينزل عليك سخط من رب الأرباب سبحانه وتعالى. وموافقتهم في العمل أعظم، هذا مجرد الدخول على كنائس تنزل عليك السخط، أما موافقتهم في العمل والشراء والابتهاج والسرور، مشاركتهم في شراء هذه اللعب وغيرها، لا، عظيم الوسر من الله تعالى لهذا العبد. قال: بل هو مشرك، إذا شاركهم فهو مشرك. أنت إذا شاركتهم فإنك مشرك، لأنك شاركت في العمل وشاركت في التحركات، كما قال الخصي رحمه الله:
الله إلى السخط. سُرية ابن القاسم رحمه الله أحد كبار الفقهاء المالكية عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى الأعياد، وهذه رسالة إلى أصحاب النقل، رسالة إلى الذين ينقلون الناس إلى أماكن أعياد النصارى. وإني أعرف من أقصد، خذ مني منك هذا الحديث. سُرية ابن القاسم سيدي وسيدك عالم الفقهاء المالكي، سُرية عن السفن التي تحمل الناس إلى أعياد النصارى، فقال مخافة نزولهم، قال أعيادهم كفر، ومخافة نزول السخط عليهم بشركهم التي اجتمعوا عليه، فقال هو مكروه مكراهة شديدة. وكره ابن القاسم المسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافآت لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم في مصلحة كفرهم. ألا ترى أن الذي يحيي هؤلاء الناس وكل النقل يسافرون، وحتى من لم يكن يعمل يبدا في العمل ويأخذ الناس إلى أماكن فيها اللهو وفيها معصية الرحمن، فأنت إذا مت في الطريق ومن مات معك فإنك لتحشر مع هؤلاء النصارى يوم القيامة عياذا بالله. وقال الوانشريسي رحمه الله المالكي رحمه الله في معيار المعرب، سئل أبو الأسود عيسى بن محمد عن ليلة يناير التي يسميها الناس الميلاد ويجتهدون لها في الاستعداد ويجعلون كرحة الأعياد ويتهادون بين صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف المذوبة لوجه السمع، ويترك الرجال في أعمال صبيحتها تعظيما لهذا اليوم ويعدونه رأس السنة. أترى ذلك أكرمك الله بدعة محرمة لا يحل للمسلم أن يفعل ذلك، ولا أن يجيب أحد من أقاربه وأصحابه إلى شيء من ذلك الطعام الذي أعده لها، أن هو مكروه ليس بحرام؟ الصراحة أجبنا بكل صراحة، وقد جلت الحديث مأثورة عند الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبهين لأمته بالنصارى في نيروزهم ومهرجانهم وأنهم محشورون معه يوم القيامة. هذا السؤال وجه إلى الأسبق محمد بن عيسى أحد كبار فقهاء المالكية صاحب كتاب المعيار المحرم، ماذا أجاب؟ قال قرأت كتابك هذا ووقفت على ما سألت، وكل ما ذكرته وكل ما ذكرته في كتابك فمحرم فعله عند أهل العلم، وقد رويت الأحاديث التي ذكرتها من التشديد في ذلك، ورويت أيضا أن يحيى الليثي قال لا تجوز الهلال في الميلاد من نصران ولا من مسلم، ولا إجابة الدعوة فيه ولا استعداد له، وينبغي أن يجعل كسائر الأديان. قال يحيى وسألت عن ذلك ابن كنانة فأخبرته بحالنا في بلدنا فأنكر، وقال الذي يثبت عندنا في ذلك الكراهة كراهة شديدة. وكذلك سمعت مالكا رحمه الله إمام مالك صاحب كتاب الموطأ، فقال يحيى بن يحيى ومن رضي عملا كان شريكا من عمله، كان شريك من أصحاب الذين تعمل معهم، هذا في من رضي ولم يعمل فكيف من عمل. والسنة سنة والبدعة بدعة والحرام حرام. وقال العلامة الذهبي فإن قال قائل إن لا نصف تشبه بها، فيقال له نفس الموافق والمشارك، أن توافق وتشارك معه في أعياده ومواسمه فحرام مطلق. وقال ابن عاقل رحمه الله إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد، إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحامهم على أبواب المساجد ولا ارتفاع أصواتهم إلى البيت، لكن انظر إلى موالاتهم لأعداء الشريعة، انظر إلى موالاتهم لأعداء الشريعة. عباد الله، إن مشاركة المسلم الكافر في أعياده ليست مسألة إثم ولا معصية وليست مسألة خطأ أو زلة، لكنها مسألة كفر وإيمان وشرك بالله تعالى، مسألة شرك وكفر بالله تعالى. ومن تشبه بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. احفظ هذا الحديث،
من تشبه بقوم فهو منهم، وظاهر الحديث يقصد الكفر المتشبه به. يا ظاهر الحديث يقصد الكفر المتشبه به، ترى بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فهو منهم، وهو نظير ما سبق عن عبد الله بن عمر أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نهروزهم ومرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وهل ترضى أن تحشر مع النصارى واليهود؟ إن رضيت أن تحشر مع اليهود والنصارى، وإن رضيت أن تكون كافرا، وإن رضيت أن تكون مشركا، فاحتفل بعيد الميلاد، فاحتفل بعيد الميلاد، والشرف بعيد الميلاد، وأبدي السرور والابتهاج بعيد الميلاد. نسأل الله لنا ولكم سلامة القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم طهر قلوبنا يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الغفور الرحيم، ورحم الله لعبده قال آمين. يا حبيب المحبين، يا أنيس المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من يعلم الضمائر الصامتين ويملك حوائج السائلين. اللهم اقض حوائجنا يا أرحم الراحمين، اللهم اقض حوائجنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرقنا من هذا المسجد الذي ذنبا قد غفرته، وهما فرجته، ودينا قضيته، ومريضا شفيته، ولا مسجون مظلوما إلا أطلقت صراحه، ولا عاقل عقيم الا اكرمته يا ارحم الراحمين. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اجمع شملنا ووحد قلوبنا ووحد رايتنا ووحد كلمتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فك اسر القدس يا ارحم الراحمين، اللهم فك اسر القدس من عيال الطغاة، اللهم انصر المسلمين في المقدس وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بجبابره، اللهم عليك باليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم افقر ابناءهم ويتم نساءهم ورم نساءهم ويتم اطفالهم كما رمنا نساءنا ويتم اطفالنا يا ارحم الراحمين. انهم لا يحبون الا الدم ولا يحبون الا ذلك الدم. فاللهم يا ارحم الراحمين افتح ايدي هذه الامه، من يفتح هذا المسجد؟ من يرد الى المسجد الاقصى؟ من يرجع المسجد الاقصى؟ من يرد مجد هذه الامه يا ارحم الراحمين؟ اللهم رد شباب المسلمين الى القران، اللهم رد شباب المسلمين الى القران، اللهم رد شباب المسلمين الى القران، اللهم رد شباب المسلمين الى المساجد، اللهم رد شباب المسلمين الى المساجد يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.